تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صور وفيديوهات بتجمع الفنان حمدي المرغني بشقيقته أسماء، وده أثناء حفل زفافها، الشيء اللي نال تفاعل الجمهور بشكل كبير بسبب الشبه الكبير بينهم، وخطفت أسماء شقيقة حمدي المرغني الأنظار إليها بجمالها وبالشبه الكبير بينها وبين شقيقها، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: النسخة الأنثوية من حمدي شبه بعض جدا، ربنا يخليكوا لبعض ويتمم لها على خير. وهنئ الفنان حمدي المرغني شقيقته بمناسبة زفافها، ونشر المرغني صورة بتجمعه مع شقيقته معلقا عليها: ألف مليون مبروك أختي وحبيبتي، ربنا يسعدك ويرزقك الذرية الصالحة.